طيب الفيديو هذا هنتكلم عن البرنامج المثالي، تمام؟ طيب الآن لو جينا مثلا نبغى برنامج يدير الـ database، تمام؟ فعندنا البرنامج اللي هو الـ PHP مايدن، هذا معروف، هو يعتبر الحل الأوسط بحيث إنه فيه مزايا ممتازة وفي نفس الوقت كمان نصوص. البرنامج هذا طريقة تثبيته واستخدامه سهلة، ولكن كيف تم إنشاؤه؟ من هم أصحاب المشروع؟ كم واحد اشتغل فيه؟ اشتغل فيه مجتمع؟ المشروع هذا برضه يعتبر من المشاريع القديمة المستقرة الممتازة، تمام؟ فلو فهمنا إيش الفرق بين البرنامج البسيط والبرنامج المفصل الممتاز، هنفهم يعني إيش هي الأسس اللي أنا أبني فيه مشروعي، تمام؟ وإيش أنواع المشاريع اللي قدامي أساس إن أكون حاط استراتيجية في التنفيذ. طيب أول حاجة بشكل عام، الأوبن سورس المشاريع كلها مشاريع اجتماعية، مشاريع شعبية، ما في واحد بس بيشتغل في مشروع واحد، عبارة عن مجموعة بيشتغلوا مع بعض عشان يخرجوا بمشروع. المشروع هذا بعدين يستخدم للجميع، وفي الغالب تكون متاحة بشكل مجاني. كيف انك انت تقوم بمشروع زي هذا، كيف انك انت تدير مشروع زي هذا، عملية مش سهلة، وعملية تهدف انه انت تطلع مشروع يكون سهل في الاستخدام وسهل برضو في عملية التثبيت. بس طيب مثال على هذا الشيء، هنتكلم عن برنامج التعامل مع داتابيس ماي اس كيو ال. الان لو قلت ايش افضل برنامج في التعامل مع ماي اس كيو ال، عندك اللي هو البرنامج اللي من نفس شركة ماي اس كيو ال اللي هو ماي اس كيو ال ورك بنش. هذا البرنامج يعتبر فيه مزايا ومواصفات متقدمة جدا، تمام؟ وهو أفضل برنامج، ولكن مع كل المزايا المتقدمة اللي موجودة، تثبيته والتعامل معه برضو بيتطلب مزيد من الخبرة، وبيتطلب إنه الجهاز يكون يتمتع بمواصفات عالية، تمام؟ فمزايا متقدمة يعني متطلبات أعلى واستخدام يحتاج إلى تعليم، هيكون ما هو سهل برضو إنك تتعامل معه. فهذا خيار مثالي، ولكن هو هل مناسب لكل المشاريع والحالات اللي تكون موجودة؟ لا، في برنامج أخف منه. ايش هو بيتش مايدن اللي هو شفناها في البدايه؟ بيتش مايدن ما في له كل المزايا اللي موجوده في ماسك الورك بنش، ولكن في له اهم الميزات اللي ممكن تحتاجها في التعامل مع الماسك الداتابيس، تمام؟ ولكن تثبيته سهل، استخدامه سهل، وهو بينزل مع اغلب البرامج اللي هي برامج البيئة الانستليشن حق البي اتش بي في الويندوز، بيجي مثبت جاهز معاها، تمام؟ فهو الخيار الأكثر رواجا بين المبرمجين، تمام؟ ولكن برضو في بعض الحالات يصبح حتى البرنامج هذا يعتبر شوية خيار
تكلفة في سرعة التثبيت وسرعة الاستخدام قد تكون أعلى. متى؟ لما تكون شخص مثلا نتورك أدمن، أو شخص تبغى تتعامل مع الداتابيس بشكل سريع وبخطوات أمن. تمام؟ يجي هنا ويتميز ويتألق البرنامج هذا اللي هو اسمه أدمر. أدمر هو أبسط برنامج للتعامل مع الداتابيس، وتثبيته واستخدامه سهل جدا. ليش؟ لأنه هو عبارة عن ملف واحد بس، ملف واحد بس تعمل له داونلود، تاخده معاك في أي مكان وتستخدمه على طول، تحطه وتستخدمه على طول. ما في له كل المزايا اللي موجودة في برامج الأخرى، ما في له حتى المزايا اللي تكون فيها مزيد من الرفاهية، ولكن في له الحد الأدنى من المطلوب. تمام؟ وبشكل ممتاز، ويغنيك عن انك تثبت وتنزل هذا ملف واحد محل ما تاخذه معاك، ممكن تحطه مع كل مشروع. يعني كل مشروع هيكون فيه فولدر وملف تدير فيه قاعده البيانات بشكل سهل وسلس وما في اي سوء. تمام؟ وهذا البرنامج يستخدم اكثر شيء مع الاشخاص اللي هم يكونوا سيس ادمنز. احيانا لما يبغى يتعامل مع اكثر من داتابيس، فهو مش بحاجه ان هو يثبت برنامج متكامل عشان يتعامل معه، هو يحط الملف هذا ويستخدمه خلاص. تمام؟ ولكن التبسيط هذا يخلي برنامج زي هذا عمليه انشائه ما هي سهله. القاعده انه كل ما كان البرنامج سهل، كل ما كان عملية إنشاؤه أصعب. تمام؟ وكل ما كان البرنامج متقدم، كل ما كان فريق العمل اللي قام بإنشاء البرنامج أكبر. يعني هنا الآن في PHP معدن تحصل الفريق أكبر من أدمنر، ولكن إمكانياتهم الفنية أقل. تمام؟ تروح لمايسكيل مطور بيش، هتحصل فريق اكبر من بيش وادمنر، ولكن الفريق كله امكانياتهم برضه في يعني في الفنيه اقل. تمام؟ ما عدا طبعا في كل المشاريع، ما عدا الشخص اللي هو قائم على راس المشروع. تمام؟ فهذه فكره عامه تطبقها انت في يعني نحن نستفيد ونتعلم من التجربة القائمة. فهذه الطريقة في التفكير في تأسيس المشروع يطبق على أي مشروع، مش لازم حتى يكون برنامج يتعامل مع الداتابيس، لا، أي برنامج أنت ممكن تتعامل معه، إذا كان داشبورد حتعمله، إذا كان أبلكيشن حتعمله، إذا كان كل ما أنت خليته بسيط في الاستخدام والتثبيت، كل ما كان أكثر رواجا، كل مكان مفصل ومعقد في الخصائص والتعامل معه، كل مكان مخصص لشريحة محددة. تمام؟ شكرا. السلام.